السلام عليكم. المهم معكم صابن فيتنس الدارج. وفي هذا الفيديو هادي غادي ندير وقال ما عمري ما درت شي وجبه، ولكن المهم دابا غادي ندير وصفه ديال الكيكه ديال البنان. ماشي فهي خبز ديال البنان تقريبا صحي، ولكن هما تيسميوه خبز، حنا نورمالمون فهادي كيكه عندنا الا كنحلو فراه كيكه. المهم خليكم مع الفيديو. انت دان شجل تيك توك وانا معكم. اذن شنو عندنا سيدي؟ عندنا 100 غرام ديال الطحين و 100 غرام ديال الشوفان. هذا الطحين ديال الدقيق، 100 غرام ديال الشوفان. هو انا راه يمكن لنا نستعملوا نفس الحاجه، غير انا استعملت نص نص. ما يمكن لنا نستعملوا طحين صراحه كامل البيض العادي ولا الكامل ولا اللي بغيتو. انا بغيت ندير نص الشوفان ونص دقيق و واحد 50 غرام عاوتاني ديال الطحين، حيت في التوتال خص 250 غرام. دونك درت 50 غرام ديال الوايل، اللي ما عندوش ما غيديروش. نستعمل واحد خماره ديال الحلوه وبيكربونات ديال الطياب. طبيعه الحال 4 ديال البنانات يكونوا بحال هكا، فهمتي؟ المهم هذوك اللي خاسرين كاع تيقربوا يخسروا ما تلوحهمش، غادي نستعملوهم. جوج بيضات، شويه ديال الملح بطبيعه الحال. غادي نحتاجوا ايضا واحد 100 غرام ديال السكر. نوريكم السكر اللي استعملت، اللي كنقول لكم ديما فهو هذا، فسكر بدون سعرات حراريه. نهاو 100% كالوري فري، زعما كالوري فري، ما فيش كالوري، هي زيرو سعرات حراريه. هذا الاريتريتول قلبوا عليه وغادي تفهموا بانه واحد من احسن المحليات اللي ممكن تستعملوا بلاصه السكر. هنا تيقول لك بانه فيه 70% ديال الحلاوه بحال السكر، فهمتي؟ فتقريبا الا درتي 100 غرام ديال هذا غادي تحلي لك بحال الا استعملتي 70 غرام ديال السكر. المهم انا درت 100 غرام. حاجه اخرى هنا بلاصه الزبده، فنورمالمون كنت نستعمل واحد نقول لكم 100 غرام ديال الزبده تقريبا، فانا استعملت 50 غرام ديال هذه الزبده. هذه فهي ناقصه في السعرات الحراريه تقريبا 38%. دخلتها في الميكرووند كما غتشوفوا في الوصفه ديال تيك توك. المهم 50 غرام، واخا بامكاني ما نستعملهاش كاع، ولكن كل مره شنو كندير واستعملت معها. هذا هو اللي كنستعملو بديل، فهو تفاح مطحون. هنا حكا درت 100 غرام ديال التفاح مطحون. هنا عندي 40 غرام ديال الشكلاط كحل، الشكلاط الاسود، فهذا اللي انت مديوش على هذه حيت كانت في الثلاجه وشحال هذه ما استعملتهاش. 40 غرام ديال شنو سميتو ديال الكركاع، هادو غنستعملوهم لداخل. وهنا شويه الزين. عندنا الكاكاو 5 غرام باش نزيدو مذاق ديال الشكلاط. حتى هذا راه الشكلاط كراميل، شوكولا كراميل. هنا فهادي بافو، غرين دو بافو، فهي زريعه الخشخاش مطحونه 5 غرام حتى هي. والزين من الفوق عندي واحد 5 غرام ديال الجنجلان وواحد البنانه. الفران بطبيعه الحال راه كيسخن 180 درجه، خليتو كيسخن. دابا ندوزو للتحضير. اول حاجه كنديرو فكنخلطو داكشي اللي ناشف. هادو بطبيعه الحال ممكن انكم تصفيوهم باي ولا كسكاس ولا شي حاجه، ماشي كسكاس، الغربال تغربلوهم باش كينزلو. هذا انا ما مساليش نص خماره، شويه ديال البيكربونات بطبيعه الحال، الواي، شويه ديال الملوحي. نقوم بعمليه الخلط. هذا اللي كيعجبني في التخلاط، الناس اللي متبين فراه عارفين ان هذا هو صاحب الخلاط. حالي بحال جوج نوع خلاط، ونقوم بوضع هذا جانبا. دابا ندوزو للمرحله الاخرى، الا وهي سيداتي سادتي قوموا بمعكي البنان. الناس اللي ما عرفتش ما تعجبهمش هاد الطرف هذا ديال البنان، نورمالمون في العاده هذاك شبعان مضادات اكسده، واصلا البنانه كل ما كانت هكا كل ما كتكون حلوه. على هذا الشيء فهذا كنحاول نستعملوا بنان طايب بزاف. اولا سهل في المعك، المعك نعم كاين عمليه المعك. وثاني حاجه نلوحوا هذا الشيء، ما كاينش ثاني حاجه الصراحه كنت كنهضر. دابا غادي نديروا واحد العمليه، ما عرفتش واش عندي واحد العيبه هنا فاش كاينه معاك المشكل ديال الشيء اللي ما كيبانش ليكم، هو انه ملي كتبغي دير شي حاجه بحال سورتو هنا يوتيوب تيك توك، هادي خصك بزاف ديال الحوايج كتكون كتصاوب شي فيديو، شي مرات شي واحد كيعيط لك ناري. شوف واحد الميساج دايرو هنا،
Look, if you want to achieve great things and win big, you need to be willing to disappear for a while. Great things happen when you focus on yourself. اش تيقول لك اسيدي؟ قال لك لا بغيتي دير شي حاجه كبيره ولا لا بغيتي توصل لشي حاجه كبيره خصك ضروري تغبر. خصك ضروري خصك تكون معول انك تغبر واحد الفتره حيت الحوايج مخيرين ولا الحوايج الاحسن حوايج اللي غادي يوقعوا لك تيوقعوا ملي كتركز على راسك. حاليا انا غابر على الانستغرام ولكن المهم توصل نزيدو شويه. بما ان مابقاش لي المان فين نخلط مابقاش عندي جوج دابا انا نديرو جوج بيضات. الفران مسكين مازال كيسخن. نزيدو فيه السكر ونزيدو النصف الاخر شي ولا ثقيل ونزيدو فيه خلط العجيب شنو كنديرو؟ واش كنديرو الفازك في الناشف ولا الناشف في الفازك؟ خليو ليا في التعاليق واش كنديرو الفازك في الناشف ولا الناشف في الفازك؟ انا كنقول واخيرا الفازك في الناشف. خلاص كنديرو شويه بشويه ولكن خلط بيضة طف على اخر نديرو داك الكاكاو كنخلطو بيضة ناضي حتى الشكلاط كنديروه بحال هكا نخلطوه هذيك العشوائيه كنسى شحال من مره كنت هذا كنحاول نخليه واحد شويه غادي نديروه الفوق غير هذوك اللي غادي نديروهم الفوق نحاول نخليو شي مصوصه مزيانين مصوصه مزيانين تيطيروا بهم صافي هادشي حاجه هو المحتوى. دابا سيدي ها هي عندنا باش غادي نحليو باش غادي ندهنوه كاين عندنا جوج حوايج سواء غادي نديرو اللعيبه ديال الزبده او ثاني نديرو اللعيبه ديال الزبده بامكاني ندير الزيت احسن حاجه كتعجبني هي واحد الرشاشه والصبع ضروري الا ما كان الصبع ما كاين والو عمليه الدلك ما تنساوش هذا دهنوه هو اللي عليه العمده. كاين شيء الاخر اللي هو كنديرو شويه ديال الطحين. الحركه هذه اللي كنت كنشوف ماما كديرها ملي كدير الحلو شحال هادي ما خاصك دير والو دابا اختي الصغيره اللي ولات كدير هذا الشيء ديال الحلويات الفطاني هذا اللي هو اهم حاجه اهم حاجه تعرفوني هي انك تطوح المنتوج واخا البيض ما طايبش هاني مي جابني هذا هو المبتعر. دابا العمليه المهمه واللي هي عمليه زويقيه محضه كافي هاد العمليه اهم من الزويقيه هو كيما قلت لكم قبيله كنت كيسخن الفران غادي نخشيو لمده نشوف ب 40 حتى 60 دقيقه حتى غادي ندير له 50 دقيقه علاش حيت هكاك دخل الوسط لمده 60 شحال قلنا نديرو نديرو 50 المهم 45 ونجيو نطلعو ليه ودابا غادي نغسلو الموان تست ساعة الرب صراحة رائحة رائعة رائعة نضرب عليها طلع إلى دابا عرفتي الريحة ديال الزنجلان واو أنا كيكتي خاصها تكون هاك لأنها الطريقه باش كنعرفوا شحال فيها هو كنحطوا الطبصير نفسه ديروا الحركه اولا فيها تقريبا كيلو 50 غرام
اولا كنديروا هذه الحركه هذه كنحطوها بالكولاتر ونهزوا غير الكيكه كيلو 50 غرام دونك الكيكه ولا كنضحك شويه هذا باش نصاوب صوب الخيال العلمي الماء تعرف الخيال العلمي لا ميمكنش مشات لي الفيديو من تيك توك اول مره كتوقع لي هذه صوبت واحد الوصفه كامله وما عرفتش مالا ما تسجلاتش ما عرفتش علاش ما تسجلاتش ها شنو صوبت كيكه ديال البنان ملي جيت نسجل هاد البارتي الاخرى لقيت الفيديو ما كاينش اول مره كتوقع لي ما عرفتش علاش انا موالف كاع كيمشي نوخيتوش غريبة وعجيبة نعم الدرافت كاينين غير وحدين اللي حتى اخرين مشكلة هادي مشكلة اول مره كتوقع لي الصراحه المورف كنتاق بهم ما بقيتش نسجل فيديو عادي حتى ديما كنت كنديرها في انستغرام حيت انستغرام شحال مره كيطفى كيمشيو تيك توك واخا كيطفى ما كيمشيوش سينو هادي بنين نارس حلوه في نفس الوقت مسوسه المهم هي هادي الفيديو انتما كما كتشوفوا تيبقاو بزاف ديال الحوايج يعني ما كنكونوش ضاربين لهم الحسبان بحال دابا تخيلوكم ما كنتش داير الكاميرا هادي كان يخصني انني نعاود الوصفه بنينه صراحه المهم غادي نحسب الماكروز وغادي يطلعوا هنا هو دابا ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب هادشي صراحه ما ساهلش وعادي هادشي كيوقع المشاكل في اي حاجه غير هو اليوم من الصباح وانا كنعاني من شي معليش المهم تبنوا ان النهار يكمل مزيان هو هذا لايك سبسكرايب بارطاجيو الفيديو الى عجبكم ولا جربتوا طاقيوني في انستغرام كان معكم صاحب الفيتنس التاريخي ونبقى معكم ديما وبالدارجة تصلاو المهم نقطة الصباح صراحة البارح اديتيت الفيديو بالليل وقلت ما غاديش نبوستيه حتى الغدا غادي نبوستيه ولي حسن الحظ اليوم جيت الصباح بغيت نسجل واحد الفيديو في تيك توك ويخرجوا لي داك الفيديو ديال البارح لقيته واديتيتو دابا وغادي تشوفوا تاو مع الفيديو بطبيعة الحال 100 غرام ديال الطحين و100 غرام ديال الشوفان 50 غرام ديال اللوي ممكن نديرو الشوفان تا ولا الطحين المهم كندير 50 غرام ديال الزبده كندوبها في الميكرووند واخا طرطقات ليا تما معليش كنزيدو 100 غرام ديال التفاح مطحون وهذا هو الخليط ديال الزبده المهم خماره الزا وبيكربونات كنديرو شي ربعه البنانات يكونوا طايبين مزيان خامجين زعما فهمتوا وجوج بيضات بطبيعه الحال البرغوش اللي فيها ما يمكنش يدوز هاد الحاجه شويه ديال الملحه 100 غرام ديال السكر اللي كنستعمل 40 غرام قرقاع 40 غرام شكلاط 5 غرام ديال الكاكاو 5 غرام ديال هذاك اللعيبات هذا هو الشكلاط اللي كنستعمل وهذا هو الكاكاو اللي كنستعمل بنان وجنجلان للديكور فقط واليدين ديالي بطبيعه الحال المهم كنخلطوا داك الشيء الناشف كامل في شي طاسه بحال هادي وكنجيو كنماكل البنان في شي زلافه واحده اخرى كنديروا جوج بيضات وكنديروا معهم داك السكر وكنخلطوا مزيان المهم من بعد كنديروا الفازق في الفازق والفازق في الناشف وكنخلطوا كل شيء وكندفعوا الفران لمده ديال ساعه لارب 180 درجه وعلى هادشي النهايه غادي تولي شويه فيها قيطه فيها شويه ديال الفرح ونقول لكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش نبقى للمره الثالثه اللي كتسموها هادي وكان معكم صابين في الناس بالدارجه ونبقى معكم ديما وبالدارجه تهلاو